أختيس مروان تكشف عن موعد زفافه، شاهدوا المزيد من التفاصيل. نشرت أخت اليوتيوبر غيث مروان لما ستوري كشفت من خلاله أن عرس اليوتيوبر غيث مروان قرب كتير، ويذكر أيضا أن طبيبة التجميل اللي راح لعندها غيث مروان مبارح لمحت أنه يمكن العرس بعد 5 أيام، ويمكن يكون يوم الجمعة أو السبت. فشو توقعاتكم بخصوص هذا الخبر؟ أترككم مع ستوري لما ورأيكم بخصوص هذا الخبر. هلو، كيفكم؟ شو الأخبار؟ طبعا أنا اليوم بكامل نشاطي لدرجة أني أنا جيت على المول. أول شيء رحت غديت، بعدين جيت على المول، انه جيت على دبي مول يعني، اوكي، وجعبالي هيك اتفتل بالمول واتمشى وعيش شعور الحياه النهاريه اللي انا صار لي تقريبا شي 4 شهور ماني عايشتها. فالمهم، فهلا عم بتفتل على المول، عندي كم شغله كمان لازم اخلصهم بكير، لانه اذا ما خلصتهم خلال هالكم يوم تروح علي. هاد الخيار الثاني، وانا بحياتي ما لبست هيك موديل ولا مره فكرت، بس انا حاسه انه حيكون كتير حلو، خلينا نجربه. واو، حبيت. شو رايكم؟ This one، هي على فكره هدول كعوب للمعلومه لمناسبه، سو حسيت هذا حلو كمان مريح. بس شوفوا قديش حيكون طولي، ول يعني انا طولي 162، مع هاد بطلع نخله. وشوفوا كمان حبيت هاد، ليكم احلى. شوفوا كيف بيتغير لونه هيك. اوه واو، محتاره. شوفوا اسمعوا هلا هدول، اوكي محتاره بين هاد، اوكي في واحد هنيك، هذا وين this one، هذا محتاره بيناتهم.